بروف فورمه كبيره ياسر، رجعت للكيب ناسيونال من باب كبير. سي فري تخلفت على اول ستاج عملوا نبيل، مي تو فوالا في الجروب مره اخرى. الحمد لله، ديجا من بعد الكوب دافريك برشا ناس نقدتني، برشا ناس يعني قالوا ما يستاهلش باش يكون في كوب دافريك. حكم عليك على كره واحده. صحيح، انا قلت يعني تو في الاشهر وفي الايام القادمه يعني وري كان فخري يستحق الكيب ناسيونال للطيار رجاله، كان ما نستحقش ويستحقها واحد اخر، علاش ليه هو شرف تونس خير مني. الحمد لله تو بعد بلاي اوف باهي وتتويج بالبطوله واحد رجع للكيب ناسيونال كما قلت انت من باب الكبير. ان شاء الله ما واحد ما عمل شيء، كمل يخدم على روحه وان شاء الله جاي خير. قول لي فخري تريت عند سامي وتو عند نبيل، شنو الفرق ما بين الزوز متابعين؟ مش نحكيو تكتيك مو تكنيك، نحكيو على الامبيونس جينيرال في الجروب. والله الامبيونس باهيه، يعني ما فماش يعني فرق بيناتهم بين قبل الجروب تاع سامي والجروب تاع نبيل. والله صحيح، يعني كل واحد فما فرق، فما جو الخاص نتاعو بون ما يبعدش برشا، اما كل واحد يعني جو ليكيب ناسيونال يعني هو مي كل يعني انترونور عنده الخاصيه نتاعو، عنده يعني صعيب شويه نبيل. والله بارابور سي سامي ما نعرفش، مي سي نبيل يعني يقولنا يعني انا معكم باهي وكل شيء، اما في لونترينمون نكونوا مركزين، يلزموا نابليكيو بالكدا ويكون سيريو برشا في لونترينمون، وهذا يعني الحاجه اللي تخليك تتقدم. شفناك في الاستاج اللي قبل كل شيء قريب برشا من يمكن شمزين ذوادي ورام البدو، هما مش موجودين المره هذه زوز، مع شكون من جاو؟ مع ولاد سي اس اس اللي طلعوا معك، مع غازي، مع والله ليه الاولاد الكل اصحابي تو بريسك الكل نعرفهم، يعني فما كعبات ما نعرفهمش، ما دخلت في الجو بالقدا معاهم، وكما قلت لك يعني الولاد كله خيال، ما فماش فرق. العام الجاي ما خير سكنه في حي بن سينا ولا في طريق المطار؟ والله ما نجمش نقول لك، كل واحد كل واحد يعني يجيب سينا مسير كلوب افريكا والمطار خاطر داركم غادي وطريق المطار سي اس اس. والله توا حاليا ما زلت يعني طريق المطار كما تقول انت. ما زلت طريق المطار. شنو حكيتك معنا في الورتين اللي عندك الشعر؟ الورتين في الشعر. والله طيب يطلع له شعر بشوي بشوي.